السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناه شابين جيمز. وفي هذا الفيديو ان شاء الله كيف كتشوفوا معنا غادي نلعبوا في الكورس الثانيه ديال كوب كليو ونكتشفوها جميعا. دونك كيف قلت لكم في الفيديو اللي سبق ان خصك ضروري طوموبيله تبريباري على حقها وطريقها، لان هذا الجو هذا ماشي شي جو عادي، ماشي نيت فور سبيد، ماشي جريد، وماشي بطبيعه الحال فورزا هورايزن. يعني الطوموبيله خاصك تقاد مزيان، لان هذا الجو هذا 100% سيميلاسيون. وبطبيعة الحال ناقص في الجرافيزم على لي جو اللي قلت لك، وخصوصا حتى درايف كلوب يعني ناقص عليه في الجرافيزم، مي هاد الجو هذا راه 100% سيميلاسيون. هادشي اللي كاين درايف كلوب حتى هو واعر، درايف كلوب خطير بطبيعة الحال، و 94% جاي ولا 90% سيميلاسيون. مول موراه هانك لانسي اخويا فورزا هورايزن، مي هذا بزاف، هذا جراند توريزمو في لا كوندويت ديالو صعيب، وخا ناقص في الجرافيزم. المهم كيبقى جو كنتي عندك مع الطوموبيلات مرحبا، ما عندك سير تلعب وليدي سنين فور سبيد، لعب لك شي حاجه اركا ابعد، الا ما كنتيش سيميلاسيون ما كانش عندك مع السيميلاسيون ابعد، لعب لك شي حاجه اركا اسفالت ولا نيت فور سبيد ولا شي حاجه بحال هكا. دونك غنديرو الكورس الثانيه طبيعه الحال. الكليو ديالنا بريباريناها مزيان، داكشي علاش ما كاين غير زمط ليا بنادم، ومانيوال من الفوق ماشي اوتوماتيك. واللي بغى يلعب معنا مرحبا به، غنخلي الاي دي ديالي. اللي بغى يلعب معنا اونلاين مرحبا، غنخلي الاي دي ديالي في الديسكريبشن، راه هو سيلفر ام وان ومرحبا. دونك ديماراج ونتوكلوا على الله. كتكسر الطوموبيل باش تشد ليك ليفراج كلشي علاش. يلا ضربنا الدورة الأولى، يلا
صوب طبيعة الحال الأول. وزدنا نيفو 15. دونك نتمنى الفيديو يكون عجبتكم الدراري. كانت هذه الفيديو الثانية ديالنا في كليو كاب، يعني هذه الكورس الثانية. نتمنى الفيديو يكون عجبتكم، ما تنساوش تعاونونا في لاشين ديالنا وتموتوا في الفيديو وتحطوا لايك كيف العادة، ونطلعكم إن شاء الله في الكورس الثالثة في الكليو كاب على جراند توريزمو. والسلام عليكم.